خلينا نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بالأمس في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم سيادته بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنيا للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار. أعرب الرئيسان عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين دولتي مصر والإمارات على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي أيضا، وتقدم السيد الرئيس بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ COP28. أيضا امبارح التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيسة التنزانية سامية حسن، وده على هامش انعقاد الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة في دبي. شهد هذا اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة على شتى الأصعدة، وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في تنزانيا والتعاون الفني في تدريب الكوادر التنزانية بكافة المجالات. أيضا تم التباحث حول استفادة تنزانيا من الخبرات المصرية في مجال المشروعات العملاقة، خصوصا في ضوء المشاركة المصرية الفعالة في إنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا. وأكد سيادة الرئيس أنه بيتابع مراحل تنفيذ المشروع لضمان تحقيق أفضل مستويات للأداء وفقا لأعلى المعايير العالمية. كمان امبارح على هامش اعمال كوب 28 التقى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جورجيا ميلوني رئيسه وزراء ايطاليا، وخلال اللقاء اكد الجانبين الحرص على تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وتعظيم التنسيق والتشاور خلال الفتره المقبله بشان مختلف الملفات السياسيه والامنيه والعسكريه والتنمويه والاقتصاديه ذات الاهتمام المشترك. كمان شهد هذا اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية والدولية، وخصوصا تطورات الأوضاع في قطاع غزة. تقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية بالشكر إلى مصر على دورها الرائد في دفع جهود السلام في المنطقة. أيضا التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس مع يونس جاهر ستورا رئيس وزراء النرويج. تناول هذا اللقاء بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا التبادل التجاري والسياحة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة. أيضا تم مناقشة آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وأكد الجانبين أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على إيجاد التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. أيضا امبارح التقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأرميني فاجان خاتشاتوريان، وأكد الرئيسين أن العلاقات المصرية الأرمينية تتسم بخصوصية تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي. وخلال اللقاء تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز الجهود القائمة لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصة على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي والأمني، إلى جانب التباحث بشأن أبرز تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب القوقاز. على مدار يومين شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28. وتأتي مشاركة السيد الرئيس بقمة المناخ تلبية لدعوة شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ. إن مؤتمرنا اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب منا
كقيادات سياسية مسؤولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة. كما أقام السيد رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء تكريما للسيد الرئيس. وعلى هامش المؤتمر تضمن برنامج زيارة السيد الرئيس إلى دبي عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، كذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما شارك السيد الرئيس في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دبي عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.